انا كوسام كمال ابدا ما ببيع روحي، ما ببيع حالي كرمال براند. بس ان جايز دورز 15 anyway, نحن عم نعمل شيء اسمه كوميدي كراشينج. كوميدي كراشينج انا ستاند اب كوميديان وبدي اجرب الماتيريال تبعيتي واي نيد تو هون ماي سكيلز، بس ما في كوميدي كلوبز بلبنان تحت اجربهم. عم باخذ الريسك وعم فوت على قلب محلات مختلفه مثل بابز وغيره وجرب الماتيريال هونيك بلا ما اقول للعالم، عالم ما بيعرفوا اصلا انه هونيك. فليله رايحين على الرجال جو توماس اكسبيرينس تعمانا مع ديورز 15. مخرج فيني وقف بليز رجعوني اجري لانه خلص بليز. مرحبا، انا اسمي وسام كمال وانا هلا قلبي عم بدق 100. ليه؟ لانه فايت على ذا جيري توماس اكسبيرينس. في كثير عالم هونيك وما بعرف شو حيصير صراحه، وهذا الموتو مش الي على فكره، بروبس يعني. ذا جيري توماس اكسبيرينس، اي كانوت ستريس انف قد ايه هذا المحل كان صعب. في عالم بزنس مان، في عالم لابسين تقومي بعضهم وجايين عم يشربوا كاس بكل السلام اللي عايشينه. واز بفوت حضرتي هاي جايز، نحن ليلة جمعة ونازلين كنا على باب تا نحكي. فا apparently هيدا أفضل حاجة ممكن نعوزه هلا معي إنه ميكروفون وسبيكر فيني أحكي مع أي إنسان موجود ما قدامي. نحن عنا ماستر وليسانس بعالم 2017، بعدنا فينا ناخد قرار إنه ننزل على باب كرمال نحكي، كرمال نتكلم مع بعضنا ونستوعب مع بعضنا، مع إنه في دي جي هون ضوى أخرب شيء ممكن يكون ضوى. ديسباسيتو علقت براسنا 3 اشهر نسيناها بخمس ثواني اول ما دعسنا بهذا الباب يعني، بس لانه في 10 بوبات عم يلعبوا 10 اغاني مختلفين. بتشتغل على البار؟ هيدا اكثر شيء ممكن يكون واضح بالحياه. مش ضروري كمال ثيابك او وين موجود، لانه كمال الفيشل هير كمان نفس شوي كلها كثير مرتب. انا ابارنتلي ام كوميديان مفروض. قد ايه صار لك تشتغل هون؟ صار لك سنتين تشتغل هون، ما عم بتلاقي مطرح ثاني تشتغل فيه ابارنتلي 100%، لانه جيلي وجابرينك تلبس قصص ما لها طعمه. انت شو بتساعده؟ ابارنتلي قد ايه حياتك مش عمان هلا انه انت عم بتساعد بارتندر استاذ يعني يو لوك نايس ابارنتلي فور 12 يورو. مبين كثير معصب، ما ليه شو صاير معك؟ عم تاكل بس ما في واحد وحده بده ياكل. انا بعرف انه بنبسط للماكسيموم انه ابارنتلي طلع على كرشي. اي لايك يور كفر، على فكره التليفون عم بتصوريني هيدا بيشبه كثير تبع الحمام. بس شو بتعمل قبل؟ ما بيسألك تقعد وقت تعمل شيء محامي؟ مبين عليك عم تكذب علي لأنه من الأساس. بعرف إنه ما حدا عبرني. ثانك يو سو ماتش إنه تحملتوني، اسمي وسام كمال. أنا عادة بفوت على البوبات وبجرب الماتيريال تبعيتي، إذا زبطت زبطت، ما زبطت كيف حالي على الروشة. هلا ما هو ما زبطت. يلا باي. جيري توماس اكسبيرينس إت واز ميكست فيلينغز لإلي أت ليست. إت واز 50% لافتر، العالم كانت عم تضحك، الانتراكشن كان كتير لذيذ خصوصا مع البارتندر واللي عم بيساعده وفي كم شخص، وفي ناس عم بيطلعوا انه شو عم بيصير هلا، ليه فات هلا ما بليز خلاص. هيدا الشيء كتير حلو. ليه؟ لانه اتس ان اكسبيرينس، ات ليست دي ليفد ان اكسبيرينس منيحه ولا مش منيحه، واي ليفد ان اكسبيرينس منيحه ومش منيحه. مرسي انه حضرتوا هذه الحلقه من كراش ذا مايك هاشتاج ليف ترو لبنان. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب واعملوا لايك وشير لحتى كتير عالم تحضر لانه بنبسط. ثانك يو.